باعتبار يسمى الفقر في بعض المناطق خاصة المناطق النائية والمناطق اللي ما هيش فلاحية اللي ما عندهاش دخل. احنا بالمناسبة تاع عاشوراء برمجنا هذه الحملة وفتح وان شاء الله تتبعها حملات واحدة اخرى في المستقبل القريب. بالمناسبة نشكر يسمى المحسنين تاع الولاية ونشكر كذلك الهلال الأحمر الجزائري اللي راهو ينشط وراهو في تواصل وعنده الإحصائيات نتاع العائلات المعوزة، وفي كل مرة كل ما اتحنا الفرصة نتفكرهم هذه العائلات إن شاء الله. بمناسبة عاشوراء نقول لكل المسلمين صح عيدكم، وخاصة لولاية معسكر، ونشكر فني كذلك السيد الوالي اللي دائما يشجعنا ويساعدنا في هذه العمليات، ونشكر كل المحسنين اللي ساهموا في هذه القفة اللي عددها 400 قفة اليوم اللي غادي تمشي للمناطق الظل، ونشكر خاصة كل من ساهم في وبادر في هذه العملية.